قبل أن ننهي، لفتني أحد التعليقات وهو سؤال: هل يجوز أو ما حكم من يسب العلماء؟ لكن أردت العودة إليه لأذكر اسمه، اسم السائل، فما استطعت لكثرة التعليقات الآن في فيسبوك. جوابا على هذا السؤال وختاما بموضوع حلقتنا والذي بدأناه بالعلم والعلماء وفقدهم. نعم، بالنسبة للسبابين واللعانين لا يكونون شفعاء ولا أئمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن من سب المسلم وسابه أو شاتمه فإن ذلك من الفسوق البين. فإذا كان ذلك المسلم بريئا مما يقول بأن بهته أو اغتابه فذلك أشد، لأن الله قال في نهيه عن الغيبة، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وهذا النوع من الناس الذين يتسلطون على العلماء بألسنتهم أو الدعاة أو الأموات لم ينجوا منهم حي ولا ميت، ومشكلتهم أنهم يقيسون، لو قاسوا أنفسهم بهم لما وجدوا النقد في محله، كما قال حسان رضي الله عنه في خطابه لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وقال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. فهو لا يسد مسدهم ومع ذلك ينتقدهم. نعم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم ويجمعنا بكم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة آمين. شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس تكوين العلماء بموريتانيا، شكرا جزيلا لكم.